نتابع هذه الصور المباشرة للبركان كامبري فييخا الذي أدى إلى إغلاق مطار جزيرة لابالما الأسبانية مجددا اليوم، ولا تزال الحمم البركانية تنبعث بلا توقف كما نشاهد في اليوم 19 من ثورانه، وتساقط الرماد المنبعث منه هو الذي أدى إلى الإغلاق. نستمع إلى الصوت الطبيعي. صور بصوت طبيعي مخيف وبدون شك، يعني أنها صور قوية جدا تأتينا عن هذا البركان كامبري فييخا، الذي قالت ناطقة باسم شركة مشغلة للمطارات الإسبانية إن المطار هناك لم يعد يعمل في الوقت الراهن، وقالت أيضا إنه يجب القيام بتنظيف الرماد الذي تجمع على المدرجات قبل التمكن من إعادة فتحه. طبعا كان صحفيون كثر من وكالات ووسائل إعلام متعددة تحدثوا عن رؤية تدفق الحمم المتوجهة طوال الليل أمس، وهي مستمرة حتى الساعة كما نرى. طبعا هناك سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من فوهة البركان كامبري فييخا، وقد اجتاحت هذه الحمم جزءا من الجزيرة ودمرت أكثر من 1000 مبنى، وباتت تغطي 422 هكتارا بحسب السلطات. ونحن نشاهد هذه المشاهد المباشرة لتدفق حمم بركان جزيرة لابالما. يمكن أن نعطي أيضا بعض المعلومات عنه، فقد قطعت هذه الحمم البركانية التي تجاوزت درجة حرارتها 1000 مئوية، درجة مئوية، أكثر من 6 كيلومترات، وجرفت كل شيء في طريقها وفقا لتقرير الـ AFP، وقبل أن تصب في المحيط الأطلسي حيث تجمدت عند ملامستها للماء وأحدثت أرضا متقدمة مساحتها حوالي 39 هكتارا فوق البحر كما ورد في أحدث البيانات. نستمع مجددا إلى الصوت الطبيعي. ونتابع وإياكم إذن مشاهدينا الكرام، خلال 100 عام لم تشهد الجزيرة سوى ثوران بركانين، هما سان خوان في عام 49 وتينيغويا في 71، وقد قضى فيهما 3 أشخاص. التخوف هناك من التأثير على القطاع الزراعي المورد الرئيسي مع السياحة في الجزيرة لها، وطبعا نتابع هذا الموضوع في سياق العربية الليلة.